مرحبا بكم متابعي قناة ميكس اف ام ومسلسل طائر الرفراف والحلقة 47. Gitmedim. Niye? Çünkü gitmem gereken başka bir yer vardı. O fotoğraflar, o kız hepsi Pelin'in oyunuymuş abi. Geldi. Senden bahtını yırtık lan abi. Karnındaki çocuk da benim değil. Yürecekmiş. Artık kaldıramıyorum. Dayanamıyorum tüm bakmanlara. Sen çok seviyorsun. Seyran, ben sana bir şey söyleyeceğim. Yaşamayı istemem. En doğal hakkım değil mi? Peki derdim gidip Seyran'dan ayrılmam değil mi? Ben seni çok seviyorum. Karnında çocuğunu taşıdığın adam... Ver Pelin. Alisa, ben sana ne dedim? Bu adam aradı, benimle evlendi. Madem öyle benden neden korkuyorsunuz? Gücünüz yetiyorsa hikaye. Bu oynamaya kalkıştığın o seni aşar. Okula gitmeyecek miydin sen bugün? ماذا سيحدث في هذه الحلقة الجديدة من المسلسل؟ وهل سيعود طارق إلى المسلسل بعد انتهاء دور بيلين وزيرين؟ أم سوف نرى طارق وعلاقته مرة أخرى في المسلسل؟ وهل سيعود سيرتر السابقة إلى المسلسل؟ وهل بيلين تكذب على فريد بشأن الطفل؟ كل هذا وأكثر في هذا الفيديو. الرجاء المتابعة للنهاية، وننصحكم بمشاهدة الفيديو بعناية حتى لا تفوتكم أي تفاصيل من تفاصيل المسلسل. أولا لنبدأ بمسألة بيلين وسيرتر. بعد عودة بيلين للمسلسل في الحلقات السابقة سمعنا أنها حامل من فريد، وبالطبع سمعنا هذا فقط من بيلين لأنه لم يتضح بعد ما إذا كان فريد هو بالفعل والد الطفل الذي في بطن بيلين. ولكن الشيء الوحيد الواضح هو أن بيلين حامل بالفعل، لذا فإن بيلين لا تكذب بشأن هذا الأمر. ولكن ما إذا كان الطفل لفريد أم لا هو أمر معقد بعد الشيء. وبحسب آخر الأخبار فقد زعم أن والد الطفل هو سيرتر. إذن هل سيرتر هو حقا والد الطفل الذي في رحم بيلين؟ وهل سوف يعود سيرتر للمسلسل؟ كما تعلمون انضم سيرتر الى المسلسل في بعض حلقات في الموسم الماضي، وبعدها ودع المسلسل بعد المشكلة التي حدثت بينه وبين فريد وابتعاده عن بيلين. بعد كل هذه الاحداث تركت بيلين المسلسل بمحاولة الانتحار في نهاية الموسم. ثم سمعنا من افكات انها ذهبت الى لندن مع والدتها زيرين في الموسم الجديد. وفي الحلقات السابقة جاءت بيلين ووالدتها فجأة من لندن وعادتا إلى المسلسل مرة أخرى. وفي هذه الحلقة علمنا أن بيلين حامل. الآن كل شيء طبيعي حتى الآن، ولكن نتساءل عما إذا كانت علاقته قصيرة مع بيلين سيرتر. ولكن نتساءل عما إذا كانت علاقة سيرتر مع بيلين قصيرة، أم أنها حملت من لحظاتها الحميمة السابقة مع فريد. وهذا ليس واضحا بعد حتى الآن. وحدها بيلين قالت لفريد لقد حدث ذلك في ذلك اليوم. ومع ذلك في المرة الأخيرة التي بقى فيها فريد في نفس المنزل مع بيلين، خاصة في المشاهد التي زارت لنا، أغلق فريد الباب ولم تتمكن بيلين من دخول غرفة فريد في تلك الليلة. لكن فريد لم يتذكر أي شيء لأنه كان في حالة سكر في ذلك اليوم. ومن ناحية أخرى قالت بيلين لفريد لقد حدث ذلك في ذلك اليوم رغم أنه لم يحدث شيء بينهما في ذلك اليوم. في هذه المرحلة قد تكون بيلين تكذب على فريد، لذلك هناك احتمال حقيقي أن يكون طفل بيلين ليس ابن فريد، ولكن لم يتضح بعد من هو هذا الطفل بالضبط. بصراحة احتمال أن يكون من سيرتو يبدو سخيفا إلى حد ما، لأن سيرتو بقى في المسلسل لفترة قصيرة جدا. ولكن حسب بعض الشائعات إذا كان الطفل هو من سيرتر، يقال أن سيرتر سيعود للمسلسل. أعتقد أنه إذا كان الطفل هو طفل سيرتر حقا فقد نرى سيرتر مرة أخرى في المسلسل. ولكن إذا كان طفل بيلين من فريد فأعتقد أن شخصية سيرتر لن تعود للمسلسل مرة أخرى،
لذلك يترك كل شيء لفريد لإجراء الاختبار. لذا عندما تعلم سيران بالمشكلة فإنها على الأرجح تريد من فريد أن يجري اختبار الحمض النووي. أما فريد فإذا قام بهذا الاختبار سنكتشف هل بيلين تكذب أم لا. إذا قالت بيلين مباشرة بالطبع سنختبر يا فريد دون خوف، فهذا يعني أن الطفل هو طفل فريد. ولكن إذا استمرت بيلين في هذه المشكلة أو لم ترغب في إجراء الاختبار فسنفهم بالتأكيد أن طفلها ليس طفل فريد. ومن المؤكد أننا سنرى التطورات في هذا الصدد في الحلقات القليلة القادمة. لنتحدث الآن عن قضية طارق. تم إلغاء سيناريوهات بيلين ووالدتها زرم في المسلسل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتالي لم نتمكن من رؤية هذه الشخصيات في بداية الموسم الجديد. ولكن بعد ذلك ومع تغيير السيناريو عاد هذان الشخصان اللذان تركت قصتهما غير مكتملة إلى المسلسل مرة أخرى، لأن فريد لم يتعلم بعدها كل الحيل التي عدتها بيلين له وسيران، ولهذا السبب عادت بيلين وزيرين إلى المسلسل. وكذلك اختفت شخصية طارق بعد تصوير فريد في نهاية الموسم. وبينما كنا ننتظر طارق في الموسم الجديد تم إلغاء السيناريو الخاص به مثل الكثير من الممثلين الآخرين، ولهذا السبب لن نتمكن من رؤية طارق وعائلته في الموسم الجديد. ومع ذلك عادت بيلين ووالدتها زيرين لاحقا إلى المسلسل. وعلى الرغم من إلغاء السيناريو فهل يستطيع طارق وعائلته العودة للمسلسل لاحقا رغم إلغاء السيناريو الخاص بهم؟ كما تعلمون فإن سيناريو طارق وعائلته لم ينتهي بعد، لذلك كان طارق على وشك الاعتراف بأنه هو من قتل فؤاد، لأن فؤاد لم يمت في حادث عادي، لقد أمر طارق شخصيا بذلك. وفي الوقت نفسه سيتم الكشف بالكامل عن ماضي بين جد طارق صفت أغا وخالص أغا وهاتوش هالة، وسنرى تطورات جديدة بشأن هذه القضايا. من شأن شخصية سفيد أن تجعل سونا تصاب بالجنون تماما كما في القصة الحقيقية. في هذا الجزء تم عمل قصة جديدة لسونا، وتم كتابة سيناريو كايا لشخصية سونا، لذلك فإن كايا بدلا من سفيد سيكون السبب في جنون سونا. وسيتم سرد سيناريو خالص أغا السابق حول القضايا بينه وبين نخل، وليس بينه وبين سفيد. وهكذا هنا أيضا أخذ نخت مكان صفت أغا، لكن مكان طارق مختلف تماما في هذا الجزء من المسلسل، لأنه أطلق النار على فريد وتسبب في وفاة فؤاد. ولهذا السبب أعتقد بصراحة أن شخصية طارق فقط هي التي ستعود في الحلقات التالية. على الرغم من أنه قيل أن طارق سوف يستسلم في النهاية للشرطة، إلا أنه قد يعود إلى المسلسل إما بالهروب من السجن أو بعدم قضاء عقوبة طويلة. لذلك في المستقبل ربما عندما تنتهي قضية بيلين أو تنتهي حادثة بيلين قد يبدأ سيناريو شخصية طارق من جديد. فهل تعتقد أن طارق يستطيع العودة إلى المسلسل؟ من فضلك لا تنسى أن تكتب أفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات، وسوف نحاول الرد على أسئلتكم بقدر الإمكان. وكذلك لكي لا تفوتك آخر الأخبار والتطورات حول مسلسل طائر الرفراف، الرجاء لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو الخاص بالقناة. نراكم في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.